مرحبا أنطوني، أنت عنا هون بالإيراب بعنعار. الإيراب هي بالفرنساوي انستيتيو دو ريدوكاسيون اوديوفونيتيك، بالعربي نحن جمعية التدريب على السمع والنطق، نهتم بالولاد والصبايا والشباب الصم، أكيد بتربية متخصصة، في فريق تربوي كتير كبير يعني حواليهم، دونك حتى يقدروا يتأهلوا ويصالوا يكونوا مندمجين بالمجتمع مثلهم مثل أي شاب وصبية بالعالم. نحن كمان عنا مشاغل محمية، هلأ أني رح تشوفوهم شوي شوي، كمان هذا الشيء بيساعد حتى الصم والدمج يبلش من هون، الصم وسامعين يشتغلوا سوا بقلب بقلب المشاغل. وكمان هي مطرح حتى يكون في فورماسيون لشبيبتنا كمان بمجال العمل والشغل، وهالمشاغل الاشخاص اللي هن بيشتغلوا اكيد عندهم يعني اشياء خاصه زياده عن سماعهم، عن يعني عن قله السمع اللي عندهم، بقى لهيك هن موجودين معنا، هن بحسوا حالهم انسان مثلهم مثل غيرهم، بيقدروا يتعلموا وينتجوا مثلهم مثل غيرهم بمطرح محمي يقدر يتبعهم ويدعمهم حتى يحسوا حالهم عن جد انه هن اشخاص فعليين بالمجتمع. نحن بضيعة صغيرة. نحن بضيعة صغيرة بعنعار بالمتن. نحن عمرنا 60 سنة، سن الإيراب عمرها 60 سنة. بلشت القصة بين صبيتين كانوا عملوا سنة 1960 عملوا رحلة حج مع مرضى، كان اسمهم رابطة مرضى لبنان، من لبنان وأشخاص عندهم إعاقات، راحوا عملوا رحلة حج على لورد، وهنيك عيشوا إشياء كتير قوية وكتير هيك بالعمق معهم، وحسوا إنه هن ما بقى يقدروا يتركوهم، وحتى من الميلتين يعني إن كان الأشخاص يلي مرضى أو اللي عندهم إعاقات أو هن، حسوا إنه لازم يبنوا شيء سوا، وقدموا هالشي هالفكرة قدام غارة لورد، وقالوا لها للعذراء إذا هيدا هو مشروعك افتحي لنا الطريق ودلين عليه، لأنه هن ما كان معهم شيء أبدا، وهيك بلشت القصة إنه خلقت عند بلورد، واليوم هي شجرة كبيرة عن جد يعني هيك بتفيه هون على كتير اشياء بالإيراب رح تكتشفوها هلأني، يلي رح نكتشفه اليوم هن المشاغل المحمية، لأنه مثلنا مثل كل المدارس التلاميذ ببيوتهم، في يعني أكيد يعني أسباب كتير بتخلينا هلأ تكون المدرسة مسكرة، واليوم رح نتوجه صوب هالمشاغل يلي عم بتجاهد وعم بتكفي تشتغل حتى تقدر تكفي توقف على إجريها ويقدروا يقوموا بعيالهم، لأنه ثلاث أرباعهم عندهم أو الرجال أو المرأة ما عم يشتغلوا، فقدوا شغلهم من زمان من كم شهر، وهن المعيلين الوحيدين لعيالهم. بقى سوا إذا بدكم رح نبلش نكتشف، نروح صوب الباتيسري مشغل الحلويات حتى نتعرف على فريق العمل يلي كتير كتير هيك بيشتغل بنشاط. Good morning. لكن رجعنا التقينا اليوم برابع لايف، وكتير مهم اليوم عم بعرفكم على جمعية كتير مهمة، كتير نظيفة، كتير قديمة، كتير بروفيشنال، اسمها إيراب. بتذكر إيراب من أنا صغير، كان بي يجيبني لهون، بتذكر إيراب لأنه كانت الستة بعرف كانت أصحاب هني وياهن، وإيراب شغلة كتير كتير كبيرة. إيراب هي من الجمعيات يمكن القليلة بلبنان يلي فكرت من أول الطريق أنه نحن عايزين مساعدات، أكيد بس ما رح نرتكز بس على المساعدات. إيراب بتشغل عالم، عندها بسكوي موجود بأغلبية السوبر ماركت بلبنان، وفينا لكم من أطيب بسكوي فيكم تاكلون. إيراب شغلة كتير مهمة، عندهم ريستوران أو الكافيت يلي موجودة بمنطقة البيادة قرنة شهوين المطيلب، وعندهم كتير مشاغل رح نفوت نشوفهم شوي شوي. إذا عبالكم تساعدوا، إذا عبالكم تسندون، إذا عبالكم توقفوا حتى الجمعية اللي كتير مهمة بلبنان لأنه غيرت حياة كتير ناس، رح تشوفوا اليوم شو هن المشاغل، قديش بروفيشنال، كيف يكون تكونوا بارت اوف ات. يلا رح خفف حكي نبلش البرمي. نحن هلأ بالإيراب بقرنة شهوين، يعني ضيعة كتير صغيرة كلها خضار، فيها حياة، فيها نفس، فيها بتحسوا حالكم هيك بمحل تاني. ف let's go. هلأ نحن فاتين على الباتيسري، يعني هيك لازم نلبس اللباس يلي بنقدر نفوت فيه. رح نبلش نحط الماسك. مرحبا. بونجور. رولا هي مسؤولة عن مشغل الحلويات مع الصبايا والشباب الصم اللي عم يشتغلوا هون وغير صم كمان. نحن من الأول بكل الأتوليات تبعنا بيشتغلوا سوا، الدمج مبلش من هون.
خبرينا شوي، قالوا لك خبرينا عني كم سنة صار لك هون وشو بتعمل؟ مسؤولة عن الباتيسري وصار لي 30 سنة هون بالإيراب وهون بيتي. بنشتغل كل شيء يعني بيتي فور وكل شيء. هلا شو عم تعملوا اليوم؟ اليوم عم بعمل منقوشة صغيرة. منقوشة زعتر أو زعتر كراكرز أو زعتر تشيبس؟ لا منقيش صغار. بيقرش قرش. أنا بسميهم زعتر تشيبس. أوكي. مشان التلاميذ لاقيه يعطيك العافيه. ليك كمان التلاميذ اللي بيسمع بيشتغل معنا مش ما قال بنشارك كلنا سوا بالشغل وهي مبسوطة. انت هي مجوزة شخص ما بيسمع وعندها طعم بنات وبين ثلاث بنات. بشكر الله عليهم وهي عم تشتغل حتى تقدر كمان تعين هالعائلة مع جوزة. مشان كمان التلميذ مشان من تلميذنا القديم وما بيسمع من زمان اجا صغير صغير عمر سنتين درس هون وهلا عم يشتغل معنا وهو يلي بيعيل بيو يعني بيو لانه كبير بالعمر ومريض هو اللي بيشتغل وبيصرف. طيب كيف اعرف عليك صار وقت جو خبرني انت مين اول شيء وخبرني هالغراض الناس وين بتلاقيها وين بتبيعوها. نحن على الاغراض بنبيعه بكل السوبر ماركت. اول شيء انا جو مسؤول عن مشاغل الاكل بالايراب كمان صرنا 20 25 سنه بالمؤسسه. كل الاغراض الموجودين هون بتلاقوا بالسوبر ماركت الكبار مبدئيا ورح نجرب هلا نوسع اكثر نقدر نوزعهم وين ما كان حتى بالمناطق البعيده مع مساعدة مؤسسة اللي تساعدنا بهالتوزيع. شو التوب سيلينج؟ شو أكثر من أشياء مشهورين وبتبيعوها؟ لك الحقيقة كل شيء ما في توب يعني لأنه كل البرودويات بيشبهوا بعضهم كثير بس في ناس بتفضل هاي عن هاي. الأكيد الأشياء يعني العينسون والسابلي شوكولا هول الأكثر شغلتين الأكثر شيء بينباعوا. بس بدي أحب أقول شغلة صغيرة إنه اليوم بتشوفونها مزروكين بمشاغل هالقد صغيرة وهول المشاغل بعيشوا العيال الموجودة وبأمنوا مدخول للمدرسة وهالمشغل الموجود هون عم نجرب نغيره وعم نحط كل الانفستيسمان تبعنا ماديات وماديات أصحابنا وكلنا تنقدر نكبر هالمشغل ونعمله. هلأ بنتفرج بالآخر كيف بدنا نحسن ونطور فتكون بالنورم 100% المطلوبة. هلأ هون محل التوديب هون مبدئيا هون الانتاج هون بصير الشغل وورا محل ما عم نفوت شوي شوي بس ان شاء الله مبدئيا رح يتغيروا هدول كلهم. هون بتعبى هون بصير فيه التوديب والتعبايه وبنحطوا ستوكات على الاتجارات على الاتجارات ورا. هلا اكيد كل السيستم موجود هون لازم يتغير في كثير اشياء لازم تتطور ومشان هيك مجبورين نكمل التطور تبعنا باللوكال يكون اول شيء المشاغل العمليه لحاجه بالاول يعني كنا جبرنا هلا مثل ما بتشوفوا كل المشاغل اللي عندنا مثل شامبيونات صغيره بقلب المدرسه. اجينا مساعده من كريدت بنك وقالنا لا لازم تشتغلوا وتحطوا كل المشاغل تبعولكم بمركز واحد وكان المشروع مدروس من زمان بس ما كان عندنا امكانيات. اعطينا اول دعم له ومن اساسه مشان هيك اعطينا هو البيتون كله ومن هونيك كنا عم نشتغل على مهنة وقلنا بعدين شوي شوي. بهالوضع الحالي شفنا انه لا مجبورين هلا نعمل قد ما فينا ونحط كل امكانياتنا تنسكر هالمشاغل الموجوده هون ونحسن لهم وضعهم لانه هيدا مستقبلنا. يعني اليوم وضع صار كل ما له اصعب مساعدات صارت اصعب بكثير والمساعدات من برا صارت اصعب بكثير
غير وراء انفجار بيروت يمكن تحسن اجت شوي اكثر لبيروت، بس على كل حال المساعدات خفت كثير على للمؤسسه، مجبورين نكبر تنقدر نامن مدخول للمدرسه اللي نحن بنامنه 30 او 35% من مصروف المدرسه الموجوده عندنا. كمان الي تلميذ عندنا مرسي مرسي اخذ واحد هذا قلوب الايراق هي كل القلوب مجموعه وكثير مهم نحن مضبوط بتمعني الشيكار انه نحن عن جد شغلنا قلبنا فيه يعني مش بس طعمته بس نشتغله من قلبنا لنقدر نوزعه يعني انه مش وسواسنا المصاري قد ما انه همنا الكاليتي وتكون موجود شو طلع بالكم تحسوا فيهم تكونوا موجودين فيهم. شتة مجروحة بس فين لكم من أطيب شيء ما يكون. أول شيء كتير خفيف سكره كتير خفيف كتير طري بيفرط هيك فرطة مزبوطة زبداته مزبوطين سابليه مزبوط ما بتحسوا أبدا بحرقة وهذا السابليه فين لكم أو يعني هو بسكوير بيين عليهم أنا وصغير. كل ما رح تروحوا على السوبر ماركت أنا قريح كل ما رح تشوفوا علبة مثل هاي رح تعرفوا أنه عم تعملوا فرق كتير كبير. كل ما تشوفوا علبة بسكوي أو سابليه بالسوبر ماركت رح تشوفوا انه فيكم تعملوا فرق كتير كبير. فاشتروه علب مش من شركات كبيره ومن معامل كبيره من جمعيات شوفوا كم شخص بيشغلوا وقديش طيبين عن جد فعلا كتير 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 طيبين. اذا انتم ما بتعرفوا اسالوا اهلكم. بس في نقطه مهمه ما زال زيبا انطوني جاب سيرتها عن قصه الزبده انه اليوم كتير ناس بيقولوا لنا انه اسعاركم غاليه. مزبوط اليوم اسعارنا منا غاليه واسعارنا اليوم بعد على سعر قديم على كلفه قديمه بس مزبوط غالية لأنه الزبدة شغل برا ومن أحسن مجبورين نشتغل بالزبدة هي ذاتها. فينا أكيد أنه كل البرودويات تبع الإيراب وين ما كانوا وشو ما كانوا ما تغير فيهم ولا ماتير بريمير ما في شيء كان شغل برا أو إنتاج أرخى يعني كان في أرخى تتريني بعدنا زيته هو زيته. السعر بتقوله في ناس عم بيقولوا غليته ما غليته قبل هلا اني ورا ما صار دولار ب 8000 بعدنا نحن سعرتنا على القديمه يعني بس اذا حسيتوا انه غاليه غاليه لانه البرودوي اللي عم نحطه ما فينا نغيره مش رح نغيره ورح يضل هالقد هيك رح يضل البرودوي. ايدي ما بيحكي فيك تحكي شيء قد ايش صار لك بالإيراب؟ صار لي من عمري 7 سنين هون تعلمت انا بالإيراب. تعلمت بالإيراب؟ وشو مبسوطة هون ولا؟ كيف مثل بيتك تاني هذا بيتك تاني حبة حبة بغرام وبحب هي كار بعرف هي قلب مظبوط بس بيشتغلوا عروي تتساع أكثر وتيجيكم حقكم بكل علم. ماريو بيجي من اخر كسر وين تيشتغل عنا هون ماريو تسمعه. ها ماريو هاي مش الحال مش الحال يعطيك العافية. ليش عندك ماريو هون؟ اللي 12 سنة هون مبسوط؟ أكيد مبسوط وماني مبسوط ماني بيقرا صحيح مشوار علي مبسوط بس عن جد الناس عم تعمل كومنت وعم تقول انه السابلي شوكولا كثير مشهور شفتك لقطتك وعندكم ينسون كثير مشهور يعني الاشياء عن جد ربين عليهم يعني هول بقيوا الروسيت قد ايش صار لها 10 20 30 سنه بعد مثل ما هي ما تغير ولا بالروسيت ولا بالماتيات كمان بلا 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 ما بتنترك وحدك دقيقه على القهوه وين؟ لا
يعطيكم العافية. في بروبيات جديدة كمان بلشناهم على القهوة، كمان بعد ما بلشناهم بالسوق بل نبيعهم بس من هون، بس هون مش مبينين. هيدي بالقهوه، هي بالقهوه مع شقف قهوه، مع حبيت نسكافيه بقلبهم. هول بعد ما صاروا بالسوق كومينج سون. هول لا رايحين جايين، وفي كمان على ابوان شوفان، بنركب علبه شوفان بس نحطهم. هدول كمان برودويات جديده عم قد ما فينا عم نجرب نطور بذات الكاليتي بذات النوعيه، بس في روستات جديده ما بقى في عندنا. طمين بيعوا كلهم تحت. الريحه هون بتقتل، الريحه هون بتدور. هولي طازة طلعوا هلا من فرن سخنين. يلا جريت نظهر بلا دقيقة شوكولات كتير طيبين. لكن ظهرنا من باتيسرية لحن، وهلا رح نكفي لحن. هلا رح نروح على مشغل الأشغال الحرفية. أوكي. اللي هو من أول المشاغل يلي بلش. بمحل بس بدي اذكره انه في عنا تلميذ كان بيرقص عنا، وعملنا لهم هلا نيسال خصوصي للرقص، بس مش رح نفوت عليها لانه مسكره. أوكي. لانه هو هلا بلا شغل وهو بحاجه لمطرح يقدر يكفي يشتغل ويقلع فيه. بقى فكرنا انه هون البيت بيته، وهالمدرسه اللي كبر فيها، بقى عملنا امينجمون لسال اللي كنا نستعملها لكثير اشياء، حتى يقدر يرجع يكفي يشتغل ويكون عنده هيك جروب صغير يقدر يبلش كفي يشتغل معهم رأس. نحن رايحين على وقفتنا اللي بعدها. بليز خبريني شوي بهالستين سنة أو الأرقام اللي أنت بتذكريها، كم شخص اليوم بيشغل إيراب، كم شخص بيربي، كم جيل طلع من هون، يعني إذا فينا نحكي شوي عن هيك the numbers of إيراب. أوكي. هلا نحن مثل ما بيقولوا لما منعد بتروح البركة بقى. نحن ربينا أجيال كتير، يعني ما بعرف 400 500 600 شخص تلميذ، لأنه ما ننسى أنه نحن مدرسة متخصصة يعني جمعية للصم، يعني بالصفوف بيكون في أعداد صغيرة لأنه هو ترافاي سبيسياليزي بينعمل، يعني عمل اختصاصي. دونك نحن ربينا أجيال كتيرة، وهلأ اليوم تقريبا في شي 200 عائلة 200 شخص هن بيشتغلوا بالإيراب، لأنه يعني الإيراب مش بس مطرح ما أنك شايف، في كمان كافيتيريا أوتيل ديو يلي نحن نشتغل فيها كمان، ويلي هي بتفوت مصاري على الإيراب. في عنا أكوي إيراب، وفي عنا كمان عمل اجتماعي بحي العين بيقود مش كتير بعيد عن بيروت، كمان خلق بوقت الحرب حتى نلبي حاجات الناس وهيك. بقى نحن كتار، نحن يمكن أكتر من 200 كمان، بس أنا عم قلك تقريبا 200 عائلة بيستفيدوا من الشغل هون. وهذا يلي كتير مهم إنه نكفي نفكر إنه هال 200 عائلة لازم يكفوا يشتغلوا، لازم يكفوا ياخدوا أجوراتهم آخر الشهر، ولهالشي الشغل كتير مهم إنه نقدر نشجعهم ويشتغلوا ويضلوا هون، لأنه نحن ما بدنا نخلق فقرة جديدة، لأنه نحن ما فينا نرجعهم على بيوتهم، ما كيف بدهم يعيشوا، رح يكون في فقرة جديدة بلبنان. طالما عظيم، خلينا نركز على هذا الموضوع. طالما نحن واقفين هلا هون، نحن وقفنا كلنا وانتم كمان مع مشكلة بيروت، مع مصيبة بيروت. بس بليز اليوم الصرخة اللي عم نصرخها صلنا فترة، ما بدنا ننسى الضياع، ما بدنا ننسى الأساس، ما بدنا ننسى الجمعيات يلي أساسا صعبة أن تكفي، واليوم نحط كل قوتنا على بيروت. العالم نسيت الضياع ورجعت على بيروت. بليز معلش صرخي الصرخة من عندك تتوصل للكل. أكيد نحن كتير عم نتألم بيلي صار ببيروت، لأنه بيروت لقلنا كلنا، ونحن عم ننزل نساعد تحت كمان مع شبيبتنا ومع المعلمين وهيك. بس في عنا عيال يعني كانوا سرقلهم كم شهر هن بلا شغل، كنا عم نهتم فيهم عم نساعدهم. العيال يلي هون معنا هن المنسيين هلأني، يعني صرختنا انه ما ننسى هالعيال يلي ما تغير لقلهم شيء، بالعكس مع الانفجار اللي صار كمان يمكن لو كان عندهم بعد فرصة صغيرة يلاقوا شغل رح يبطلوا يلاقوا شغل، وقلهم شهور قاعدين بالبيت، قلهم شهور عم بيعانوا، وقلهم شهور يعني، وهن ما بيحكوا، وهن ما بيطلبوا، وهن ونحن لهالناس عم نتوجه كنا، ولهالناس حابين نكفي نقول للكل انه ما تنسون ما تنسون، في بعض لبنانية بحاجة لإلكن، منن هن بالزون تبع بيروت. ولو نحن عن جد عم نتألم وعم نصلي وعم نكون 100% مع بيروت، بس في هالناس كمان يلي هن جزء كبير من لبنان بحاجة لإلكن كمان اليوم. مرسي. مش كتير شرطة بالعرب. أنا بدك تصور شوي بس أقول إنه هيدا سال دانس، وهيدا بس تعرفوا شوي إنه هيدا سال دانس، البيوت البيت القديم الحجر القديم القناطر. عن جد هال هال
هالضيعة الصغيرة يلي ألوانها حلوين، يلي بتريح، يلي صوت الطبيعة فيها، ملعب الباسكت الموجود هون، المدرسة، شيء كتير حلو. وهي كبرت شوي شوي يعني، لأنه كل ما يكون في حاجة، كل ما تجي العناية الإلهية، نحن متكل كتير على العناية الإلهية يلي بتجي أكيد من خلال الأصحاب وكلها. صرنا نكبر شوي شوي حسب الحاجات، يعني منه بروجي تفكر فيه ونعمل وفتنا عليه، لا، هو بروجي حياة، هي مشروع حياة. بقى هالحياة شو فيها حاجات، شو فيها أبال، شو عايزين، شوي شوي ننفتح ونروح صوب صوب صوب، وهيك عم بتشوف هالضيعة الصغيرة بقلب ضيعة عينعار. نحن هلأ وصلنا على المشغل الحرفي يلي هو من أول المشاغل يلي بلشنا، لأنه جنين وسعاد يلي هن مؤسسين الإيراب يلي هن بعدهم معنا، وهيدي نعمة كبيرة أن يكونوا بعدهم معنا. هن أو وقت اللي إجوا لهون بلشوا يعملوا فورماسيون بفرنسا على الحبل والمكرمة، وكانوا من الأوائل، وإجوا وحطوا هالشي بتصرف كل الصم، حتى يكون كمان عم بيقدروا ينتجوا ويبلشوا يعملوا ديكرماس ويبيعوا دجا من الأول، يبيعوا هالمنتوجات هالأشياء الحرفية للناس حتى يقدروا يكفوا يعيشوا. دونك من الأول كان في إنه نشتغل سوا، ننتج، نخترع، نخلق حتى نكبر شوي شوي ونكبر أكثر شيء الأشخاص يلي عنا. بونجور. في كتير ما بيسمعوا. مش عم بيسمعوا، بس يلي بيسمعوا بيقولوا بونجور. يلا رح نبرم شخص صغير. رشال هي مسؤولة عن الأتوليه. بونجور. أهلا وسهلا. خبرينا شو عن الأتوليه، شو بتعملوا، شو الأشياء اللي بتعملوا كل السنة، شو بتوصليكم؟ مثل ما خبرتك نيكول، بنعمل كل شيء تقريبا. لازم نجيب نفرجي شيء يسلي من الرافيا. الناس بتوصيكم على شيء معين او انتم عندكم غراض بضلوا موجوده كل السنه؟ لا، بضل في عندنا غراض بضلوا موجودين على كل السنه. بتجيب يسلي من جوا. هلا شو عم تحضروا؟ بتحضروا نوال؟ بتحضروا لاباك؟ هلا بالوقت الحاضر في عندنا طلبيه، هلا بالوقت الحاضر المسكيت عم نحضر دمسك. فيك تشوف ال souvenir de mariage, souvenir de la crème, souvenir de naissance, souvenir de beaucoup de choses. Halani dersi masket hayd el mouda. Hol reusable? Non. نعم. اوكي خبريني شو بتعملوا. ليك اول شيء بنعمل هيك اشياء، هيدي الرافيه بيجدلوا الرافيه وبنعملها السلي، نرجع بنعمل المناشف وبنحط الكروشيه بنحطهم بقلبها. اوكي هودي المناشف. هلا ني بنعمل كمان، بناخد دي كوموند لعرس، كمان بنعمل دي بورس. هلا بفرجيكي هالبورس يلي بنعملها. بنعمل كتير اشياء، نعمل كتير اشياء يعني، بس حيالله مناسبة الناس فيها تجي لعندكم وبتطلب من عندكم. ايه في لأول قربانة كمان، في عنا كتير لأول قربانة هونيك عم تحضروا لأول قربانة عند داني. كمان بنعمل مسابح صغيرة، مسابح هيك بعد ما خلصوا عم نحضروا مسبحة. بعدين في هونيك الأول بتقدر الناس تطلب كل شيء لكل المناسبات، حتى اوقات بيجيبوا هن الموديل بيطلبوا منا انه نحن نعمل لهم اياه، بقى بنجرب انه كمان نعمل لهم اياه. يعني هيدا الشيء كثير مهم، لانه مثلا هالانيه اللي عم تعمله داني للاول قربانه السنه عن جد يعني كثير كان اخذوا سكسي. والبوتري نحن بنعملها عندنا، مشغل فخار صغير نحن بنعمل فخار ونحن بنلون، وعم يعجب كثير ناس. وهيدا سوفينير سامبل، منه هيك من السوفينير سامبل وله معنى كمان، دونك في مساج من وراء. اول حدا يطلب من برات لبنان؟ ايه في اوقات بيطلبوا. هلا اكيد 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 يعني اشياء صغيره بيقدروا ياخذوها معهم اكيد، ولو عندنا مجال انه نعمل كمان ليش لا، يعني كان بيكون لنا هيك يعني شباك مفتوح لبرا، كثير مهم خصوصا بهالايام. في حدا من فرنسا قبل ما يجي اجى خصوصا عمل طلبيته من هنيك وجاي ياخذها من هون، جاي ياخذها معه. ونحن بوقت الحرب وقت كان كل شيء مسكر هون، كان في عنا ستات اصحابنا يلي هن بيساعدونا كثير، كانوا قاعدين بفرنسا وكانوا يفتحوا بيوتهم ياخذوا غراض من عنا. هيك بلشت فكره انه نعمل معرض لعيد الميلاد، بلشوا هن ببيوتهم برا، وبس رجعت لقيت الحاله رجعوا اجوا لهون، وهيك كفينا فكره
المعرض على عيد الميلاد وعلى عيد الفصح. وكمان نحن منفتحين لكل الأفكار، يعني في ناس يمكن تعطينا أفكار جديدة ونحن كمان منخدها منهم، وهيدي كمان لقلنا فرصة أنه غنى لقلنا دايما منفتحين لكل الأفكار يلي ممكن حدا يعطينا إياها. كمان هيك نتقدم رنا عم تعمل كيس ليدبوا فيه سوفينير أو الأرباني يلي عم تلونه هنيك داني، ممكن عم تعمل البوشات طبعا. في كتير ناس عم تحكينا هلا عم تقول انه هن كتير انترستد باستراليا يشتروا، فاو لازم تعملوا اونلاين ستور تشتروا اونلاين. يلا عم نشتغل عليها، يعني بيتصلوا فيكم بيحطوا طلبياتهم بيوجهولكم المصاري والسترن يونيون وبتوجهولن اياهم. نحن بنشتغل عليها، فكره كتير حلوه، مشكورين دجا عليها سلف عن جد. بقى هيدي كمان فرصه، نحن كمان بهالمشغل في اشخاص ما بتسمع واشخاص نعمل مناشف، هودي للسبور وهودي للحمام مانيكير وبيديكير وتبي للحمام. وفي كتير ناس تطلب منا نعمل بيرسوناليزي للمناشف تبعهم، اسمهم او شيء معين كمان بنقدر نعمله. هلا لانه الماسكات على الموضه ونحن حاجه ضروريه وضعها صعب. قديش بكلف الماسك؟ صارت تقريبا ماسك بكلف خالص 3500. فينا نطرز عليه بيتغسل، فينا نطرز عليه بيقدر يكون بيرسوناليزي حسب الطلب، وبيتغسل كمان دونك بيضاين اكثر وفوالا. وبنقدر نعمل الالوان يلي بيردوها الناس. عم يجينا طلبات، في بنوك طلبت منا، في انتربريز طلبوا منا، بقى كمان هيدا كثير مهم هلا لانه ما في طلبات كثير على غير شيء، بقى ركين بالماسكات. جورجيت عنا من زمان تشتغل معنا. مريم من دير الأحمر ومعنا من زمان، اجت هيك صبية عمرها 10 سنين، بقى هي وأختها، بقى هي كفت عم تشتغل معنا، كتير 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 شاطرة، يعني بنبعت لها عربي السيارة خصوصي على دبي تنجيبها كل يوم لأنه ما بتطلع عنا رشال، كتير شاطرة بالدرس. وأختها قدرت دبرني لها شغل ولبرا، وكمان كتير ماشي حالة وكتير مبسوطين منها. وهن عايشين لوحدهم وقدروا اشتروا بيت لوحدهم تيكونوا مستقلين، وهن كمان عم بيعيلوا أهلهم يلي هن كبار بالعمر، لوك هن مستقلين اثنيناتهم، مستقلين عن أخوتهم يلي هن مجوزين وحالتهم مش منيحة، وهن بيساعدوا أهلهم يلي كبار بالعمر ومع أخوتهم، يعني كلهم سوا. وهيدي شغلة كتير 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 يعني عظيمة، والأهل مش مصدقين إنه أولادهم طلعوا من هالمحل يلي ما كان ممكن إنه يفكروا إنه يوم من الأيام رح يشوفوهم مستقلين وعم بيقدروا يكونوا سند لإلهم. هيدي شغلة كتير منيحة، وهيدا من أهم الأوبجكتيف يعني تبع الإيراب، إنه يقدروا يكبروا ويكونوا مستقلين ويكونوا فعالين بالمجتمع مثلهم مثل غيرهم. أندريا متطوعة بقى عم بتساعدنا اليوم، هيك هلا بلا مدرسة هي وامها هدى، هن كمان اولاد الإيراب وبيجوا بيساعدونا.
كثير حلوين هول، لفتوا نظري انه فايت. ايه هودي فوت للمطبخ. حدا موصل عليهم او انتم؟ لا لا نحن عم نحضرهم لحتى نبيعهم. اوكي حلوين. نس وين فيها تشتري غراضكم؟ الناس فيها تشتري غرادنا من أكاي إيراب بالمطايلب. الغراد الأتوليه بيقدروا يشتروها بس بالمطايلب بأكاي إيراب. يعني كان عندكم بوتيك هون بعدك؟ لا البوتيك هون لا سكرنا. صارت هونيك يعني هون المشغل وتحت البوتيك. ومتذكر الناس ما احنا عملنا فيديو تحت ففيهم يحضروه على يوتيوب، صورنا فيديو ترويقة بالكافيت اسمها وبالأكاي تحت. كل الغراد بالمساطي شوي من اللي نعمله واللي نبيعه واللي بضل عنا منه. أشياء قديمة هدول. أوكي. Next. هلا وين رايحين؟ هلا رايحين على الفخار. بونجور. مش الحال. انا بحضرك دائما على الام تي في وبحب برنامجك. ميرسي. شايف خبينا عنيك كم سنه صار ليكون؟ شو راح نشوف؟ صار لي كم سنه، فوق العشرين سنه. وهلا رح نروح محل ما بنعمل الكبه والشيش برك. طريقنا فيها نقطه على مشهد الفخار و... كمان مارقين من هون. طيب خبريني شوي بشو مشهورين بالإيراب، شو بتعملوا وليش انشهرتوا فيهم؟ خبرينا عن الكبه، خبرينا عن انت شو بتطبخ كل النهار. هلا ايه فاجئتني. يعني نهار بنعمل كبه، نهار بنعمل شيش برك، نهار بنعمل مثلا كبه طلقتين، هلا عم نعمل محشي ملفوف، عم نعمل عدس بحامض، عم ننوع شوي بشغلنا وهيك تنضل نستمر نشتغل بهال. يلا رح نشوف المطبخ نتعرف على الناس. سيادة مين واي رح نقطع هون؟ الفخار قطع الطريق. بونجور، هذا اتليه الفخار. بونجور ستنا. بونجور. خبرينا. نامي احسن ما تقول عني مش متبع. لا بسيطة بالعكس، اسمع صوتي، خبرينا عنك وشو عم نعمل هون. انا بشتغل فخار، بعمل هالاشياء الدينية، بنعمل للبريمير كومينيون، للنيسانس، للعمادة، للكادو، كل الأنواع. بالشتوية بنشتغل مع التلاميذ، بنعمل أشغل يدوية تقطع كل تلميذ يعبر شو في بداخله، بنعوده يتعلم على الدقة وعلى الشيء الحلو اللي بيطلع من تحت إيده. شو بقى بدي خبر؟ كل هول بنطبخهم هودي. هلا مثلا هاو صبيتهم، باخد رسمة، بعمل قالب، حط بالقالب، بدك تشوف قالب مصبوب عندي برا بشغل. هول مكانات اذا بحطهم بهيدا القالب بشيلهم بيطلعوا هالشكل، برجع بعمل الرتوش تيطلعوا هيك لتكوني مظبوط قبل ما يفوت على الفرن. بعد انتي نشفه بدون 15 يوم لينشفه هيك. 15 يوم برات الفرن، الواحد ما لازم يستعجل. الفرن وعلى رواق، ما فينا نستعجل بتكسر قوي. انه الناس بتفكر انه بيشتري شغله كوني فكانت يعني. لا لا ابدا، خاصه بالفخار. بعدين بحطهم بهذا الفرن، بدهم 8 ساعات بالفرن وبيوصلوا لدرجه حراره 1000 1200 حسب نوع الفخار. يعطيك العافيه. ميرسي، اهلا وسهلا فيك. بس عندك هنا منتج اشغال الولاد حسب ما يكون. اكيد شفتوا بالاتوليه الشغل خالص. بتذكر كمان شغله كثير مهمه، مثل ما عم نشوف مشاغل صغيره، في عندنا كثير مشاغل محميه ومشاغل ميكرو بروجي، ما بعرف كيف بسموهم بالعربي، ميكرو بروجي يعني مشاغل بنساعد العيال ببيوتهم، بنأمن لهم الحاجه لهم. يعني في ناس بيعملوا لنا مزهر، في ناس بيعملوا لنا كوكيز، بيعملوا لهم ببيته، بنأمن له يكون بيته اكيد مؤهل لينتج الشغله اللي طالبينها نحن منه. واذا كان بده فيها ماتير بريمير مجبور ياخذها من عنا. في عنا كثير مشاغل محميه وفي كثير ناس عيال عاشت من وراء هالمشاغل المحميه، علموا اولادهم، اشتروا بيوتهم واولادهم عم بيشتغلوا كمان، صاروا معهم. هلا ني رايحين صوب مطبخ اللي اليوم عم يعملوا فيه كبه.
نحن مشهورين بالكبة، يعني هيك الناس بيقولونا انه كبتنا كتير 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 طيبة. اهلا. ريحة البصل واصلة عبيروت. هيدي مكنة الكبة عم بتس. أول شيء كنا نعمله كله عايزنا، هلا إني صار عندنا حفاظ، صار في مكنة بتساعدنا بتتصل، بس نحن بنرجع بنكمل نرسم عايزنا. فيها تعملها المكنة كلها سوا، بس نحنا ما قبلنا، فضلنا يضل اليد العاملة هي تكون أساس بكل شغلنا. هيدي بتقرص. كم بلشت البروسيس من الأول؟ وين بنبلش وين بنخلص؟ أصلاً مشان هيك عم نقول نحنا ما شغلنا شامبينيون، يعني تركبوا تلزيق. هلأ عم نعمل بناية جديدة تنقدر نأمن. اصلا فتنا من ورا، هو اصلا بنبلش اللحمه من برا او من هون زبطه. من بعد ما المكنه تقرصهم بترجعوا بتزبطون وبتنعمون بايديكم بيطلعوا نضاف ومرتبين. بناء على التوصيل، اول شيء بنبلش بعجنه بتنظيف اللحمه، بعدين بنطلع برغل واللحمة بنحطهم سوا بعجانة كبيرة، من ورا بنحضرهم بنحطهم بالبراد ونصير نقيمهم شوي شوي تينشغلوا بيتقرصوا. في محشي وفي فاضل، وفي ايام نعمل مثلا كبة بالصينية، في ايام كبة فاضلة، في ايام كل هول الكبة بنبيعوا مجلدين. هول الكبة بنبيعوا مجلدين، بيلاقوا الناس بالسوبر ماركت، بيشوهوا الناس بالسوبر ماركت او كل اكاي عنا كمان، يعني بالبوتيك وبالسوبر ماركت. هوم ميد هاند ميد وذ لوف. الستات عم تشتغل مثل ما بتشتغل ببيتها، وهيدا الشغل اول ما تشوفوا كبة إيراب بتلاقوها بالسوبر ماركت. كمان نقطة أساسية إنه كان فينا نوفر نحط برغل أكثر لحمة أقل تنغير تنوفر، أو لحديت هلا بعدنا عم نحط صنوبر، بس الشغله الوحيده رح نغيرها انه رح نخفف الصنوبر ونحط مثل كلوز، لانه كيلو صنوبر صار اغلى من السعر. وعنا كتير ستات من الضيعة، وعنا ستات من بيقود، مثل ما قلنا لك في عنا العمل الاجتماعي كمان بيتفقين معنا وبيشتغلوا، وهن كلهم سوا بيألفوا هيك عائلة صغيرة بتحط ايدها بايد بعضها حتى يقدروا يشتغلوا ويأمنوا حياة معيشية كل يوم تبع عائلتهم. وهذا يلي نحن عم نجرب انه نحافظ عليه، انه نقدر دائما نأمن شغل، لانه كثير خف الشغل، كثير خف البيع بوقت الازمه الاقتصاديه، انه الناس تقدر تشتري من اغراضنا، هي انه تقدر نكفي نأمن لكل الموظفين اللي عم بشوفوهم، لكل هالعائله الكبيره اخر الشهر تيقدروا يقوموا بعيالهم. هيدي شغله كثير كثير مهمه وما لازم ننسيها، والا بنخلق فقره جديد بلبنان. بروح على بلاست فريزر هلا رح نشوفه، بس بعدنا عم نقول برجع بعيد انه نصري بتشوفونا مفشكلين، بنفوت من محل وبنطلع من محل، لانه كله انعمل
بوقت حاجه معينه وصرنا نلزق شوي حد شوي، بس اكيد ما تاثرت ولا بالنظافه ولا بالنوعيه ولا بال، بس لنكون بالمستوى العالي وتنضلنا نضلنا مطولين وضل التدريب تبعنا بالمستوى اللي كان هيك، مشان هيك عم نجرب، رح نجرب اخر اذا رح نلحق عنا وقت بعد نتفرج على المشروع اللي عم نعمله يكون كله سنتراليزي بنفرجيكم يلي هلا هون. هيدا المكنة تقلكم مظبوط مش أول مرة بشوفها، شفتها قبل مرة وكان تعليقي على الموضوع أنه الشقفة البرانية كتير سميكة، هالمكنة ورقيقة يعني قديش مشغولة مظبوط، كمية اللحم اللي جوا كتير كبيرة ما في برغل أحساب اللحمة كتير رقيقة من برا، كنت مفكر أنه هي المكنة هيك بس طلع بيعملون بالقلب، قرشتها واضحة أنه كتير مرتبة. شو بدها؟ صحن حمص أو لبنة؟ رائع. ما بتعرفوا تعملوا كبه بالبيت، ما عبالكم توجعوا راسكم تعملوا كبه بالبيت، على القليله مرت الجيب بتشتروا كبه من عند ايراب، بتفيدوا ناس، بتشغلوا ناس، بتدفعوا معاشات وبتاكلوا شيء كثير كثير طيب، حط له علامه 10/10. بدي فرجي لشعرك اللي عندنا المكنه بتعمل الكبه هي لكنه مبرده، يعني اللحمه بتطلع من البراد وبتنطحن بمكنات مبرده مش مكنه عادي، يعني هيدي المكنه فيها براد بتضل المكنه اللحمه مسقعه تتقرص، من ورا ما تقرص وقتها تنقلها بتروح دغري على الامبلاج، بالامبلاج بتفوت على بلاست فريزر، يعني بلاست فريزر يعني فريزر سريع، في واحد تاني صغير هون هيدا وقت يكون عم نعمل اشياء كميات صغيره او ما بيلحق هداك بيعمل شوي من هون وبرجع بروح لهون بيتسقع بيتجلد وبرجع بفوت على الفريزر، مش منطر اللحمة تبرد على مهلة وهيك، بالعكس منسرع قد ما فينا التبريد تبعها ومنعبيها ومنجلدها. تاكيل لدرجة رائق الوحدة تانية كيلو وغنم هيدا هيدا غنم أنا بديها مع لبن مع لبنة أكيد مع لبنة، الناس ما فهمت قال لا مش مع لبنة مع حمص، مع لبنة وبس يعني سقعت اللبنة أسدي طبعا اللبنة، شوف لها الكبدة كيف بشرف رقيقة من برا اللحمة من بتعلم كول. طيب نحن وين رح نكفل؟ لازم هاي واحدة إلي بعد لازم نقول لك وين بنبيعهم، وين بنبيعهم؟ جاءنا بالسوبر ماركت كلهم إجمالا الكبار مبدئيا، وهلا رح نوسع أكثر وأكثر لأنه مثل ما قلت قبل في شركة رح تساعدنا تنقدر نوسع المبيع تبعنا بكل لبنان قد ما فينا. لحم غنم؟ هيدا لحم غنم، اليوم لحم غنم. واو. في منهم فاضيين كمان. في فادي وفي محشي وفي كبه بالصينيه. الغنم ما عم نعمل كثير لانه كلفته كثير 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 غاليه، ويعني هلا ترجعنا اليوم اول نهار عم نعمل ورا شهرين غنم. وين بنكفل؟ هلا اذا بدنا الامبلاج او بنروح نفرجي المشاغل المشروع اللي عم نعمله. بدنا نفرج الامبلاج مش معك يلا. بس رح ينطع بعتقد لانه الامبلاج هيدي سوري عم تخبز هلا هون ساقبت كبة لقطين، كمان هيدي كبة بلشنا فيها مش من زمان ورح نجرب قد ما فينا نبيعها بكل السوبر ماركت، هيدي كبة لقطين يعني ما فيها يعني فيجن شوي يلا مش فلافل يلا ليتس جو فلافل هون هون بدك بلاس بليز اللي عم نحكي عنه. بونجور هاي هاي
كبه كبه طيب. صحتين. البروجرام تبعك كثير حلو. يعطيك العافيه. خلص اذا بدك فرجيه نطني بالفريزر. افتح له بس فرجيه كيف بفوتوا بالفريزر، كيف بفوتوا بالفريزر السريع. هذا البلاست بينزلوا ات ماينس 20 بس يمكن هلا بالاول ما بينزلوا دغري على 20 بس بينزلوا على الـ على الـ على الزيرو قد ما فينا. بيرفكت. وبعدين بنرجع بنحطهم بالمشغل الجديد رح يصير مجبورين ننزل على ماينس 20 قبل ما يرجع يتجلدوا. وال هلا عملنا شيء جديد كمان بالكورونا، وقت كورونا تخف البيع عملنا كمان بلا كوزيني مجلده بس ما عم ينباعوا غير بالاكوي عندنا. بلا كوزيني يعني عملنا عدس بحامض، محشي ورق ملفوف، بطاطا بطاطا ويوبولي. هلا بنحكي عنها لازانيا. هلا اذا بدنا شو هيدا المطبخ بس نفرجي صوره كيف عم بيعزلوا. عم بيعزلوا هيدا مبدئيا كان مطبخ البيت. تمام. مستقبليا هيدا مطبخ البيت كان بيطبخ للتلاميذ محل ما في اذا بدك تشوف الريفكتوار. هيدا مطبخ البيت اللي بيطبخ للتلاميذ ساعات اللي بيكونوا موجودين. مطبخ البيت اسمه هلا مبدئيا رح يتغير اذا الله وفقنا قدرنا كملنا مشروعنا. طيب خلينا نرجع، يمكن انا كنت صوت بعيد، خلينا نرجع افكر لكم انه بننزل لتحت. سوري دونك احنا بس بدي اقول لكم انه بيعملوا بلاديجور. هالبلاديجور فيكم تشترون من من الريستوران من الكافيت اللي هي تحت. فواحد اذا قدر اذا عباله بيقدر وما بيطبخوا بالبيت فيكم تشتروا من عندهم طبخ. نرجع من هونيك يلا ليتس جو. هلا رح نرجع نظهر محل جوا دخل بليز. فكره الـ فكره البلاديجور شو يعني بلاديجور كيف الناس بتاخذهم؟ البلاديجور هن كنايه عن طبخه مجلده مطبوخه، كمان مجلده لازم تكون على السريع تتحافظ على كل الطعمه تبعها. وفي عاملين مش بس اللي قلناهم قبل، عاملين كمان كريب وعملنا كانيلوني. عملنا كل الناس فيها تنزل تشتريهم من تحت وتتركهم بالبيت. يعني الشخص اللي ما عنده وقت يطبخ او ما بيعرف يطبخ ياخذ طبخ الطبخه دائما من عندكم. يعني محشي ورق ملفوف انا تعقدت وقتها ما كان لا كل العالم لا ما بتتجلد ما بتتجلد وفيت تجلدت وحتى في فريش كثير طيبه. اليوم على بكره قال لي وين فيني اكل اكل لبناني بتفلكم قبل بوقت قبل. الاكل اللي عندنا نحن هن بلاديجور، يعني بيكون كل يوم محطوط بيومه شو موجود بالكافيه. على بيبعتون هيدول اذا في حدا يوصيكم على طبخه او ايه بتصير يعني. بس لانه نحن مش اختصاصنا نعمل طبخه لشخص كيفني. يعني اذا شيء بيدخل بالسيركوي تبعنا اذا طلبوا كبه بالصينيه اكيد طلبوا صينيه كامله بنعملها. اذا واحد بده يطلب فويريخ ما فينا. سوري عم نظهر هلا بالدهليز شوي مثل ما قلنا كمان نرجع من عيد انه المدرسه تعلق كبرت شوي شوي فشخه فشخه وما انعملوا يعني انعملت. يعني مثلا هذا الباب كان مبدئيا بيكون باب بالقطلة هون. يلا رايحين من المبنى الاول على يلي عم يتعمر هلا عن جديد يلي هو المشروع الثاني يلي اكيد عايز اليوم دعم وسنده تيخلص، خاصه انه كل شيء شايفينه غلي حقه 8 مرات مش غلي حقه غير 10% من سعره خسر 3 مرات سعره. يعني اللي كان يكلفنا 10 دولار مجبورين نعمله شيك ب 30 دولار اقل تقدير. يعني اللي كان اذا كان مشروعنا ب 100,000 كلفنا 300,000. واليوم مطلوب من الكل اللي عم بيحضرنا اذا في يدعم هذا المشروع يعني بنكون عم يعمل عم بغير حياه كثير ناس. مضبوط. اصلا هون رح يصير مدخل الديبو تبعنا حتى معمول شغل مضبوط دبل وول كرمال السقعه شغل كثير نظيف مبين من هون. هون مبدئيا بصير محل الخضره تتغسل قبل ما تفوت على كل الديبو كله. هون بفون هون في ساس غسيل الخضره، هون استقبال غراض، وهذا الحيط بسكر الديبو كله. وهذا مشروع هو مشروع تنميه للتنميه المستدامه. يعني نحن بهالمشروع رح نقدر
نأمن بكل الطرق يعني يلي هي منشتغل عليها على كل الأصعدة حتى يكون مشروع فيتور ما مشروع مستقبلي بإطار سوري قطش لأن ما بعرف أقولهم بالعربي اليوم بنساوي ما نطلع من هون وما نلف من برا لا نطلع من هون نطلع من هون هون مبدئيا بصير بسكر وهذا بصير كل الديبو لكل الاغراض اللي كانوا بيجوا وال... في هنيك محل بالوجه رح يصير مبدئيا الفريزر هون الفريزر والبراد على الاخر كلها هيدي بتصير جالسه وهون كله ديبو مبدئيا اذا قدرنا عملنا مشغل لانه نحن كمان مثل ما صار بصير معنا اذا بنلزق شوي يمكن مستقبليا يطلع كمان مشغل تركين له مجال نرجع نخلق مشكلة. رح نطلع على طابق واحد من هون بس نفرجيكم كيف يلا. المطابخ مطبخ التسليم اللي بيكون هيدا هو المطبخ هيدا التسليم بفوت من هون هو محل مفتاح الاول بفوت عيدك شمال بصير فيه المحل ما بين الصور غير جابهم هون وهون عندنا حمام يكون عندي كابتن حمام عالي وهون بصير محل التوظيف هون بصير محل التوظيف وهون محل الاول كل وحده وهذا كل المشغل يعني بصير اسباس فوق مثل هون بعتقد ما في زوم بقى مع الزيتون فوق منه هم كل شيء بس تحت تسريب فوق دخلنا المبنى الجديد ورجعنا الطريق لنفرجيكم مدخل الضيعة سميها ضيعة الضيعة الصغيرة من برا بنص الطبيعة في طلعة من هون بدنا نفرجيهم مدخل من فوق هيدا لا مدخل في مدخل ثاني من فوق بالطريق محل ما جينا من فوق فوق بس بدنا نطلع محل ما نرجع من محل ما كنا كلها يعني اوكي لكن كنت معكم اول ما بلشنا قلت لهم بدنا نطلع ساعه لايف الساعه لايف صاروا ساعة فطلعنا ساعة لايف خبرتكم عن إيراب خبرتكم عن هالجمعية اللي بحبها كتير إن شاء الله يكون وصل المساج هلأ تحت بالدسكريبشن تحت بعد شوي بتشوفوا رقم التليفون ويب سايت فيكم تتصلوا فيهم فيكم تطلبوا من عندهم فيكم من هلأ ورايح إذا كنتوا بالسوبر ماركت وشفتوا لوجو إيراب صرتوا تعرفوا شو مصدرهم وقديش بتكونوا عم تعملوا فرق كبير ومنا شركة مثلها مثل غيرها فاليوم الإيراب عايزتكم تفكروا إنه لبنان مش بس بيروت في عندنا مصيبة كبيرة ببيروت بس في مصيبة أكبر إذا ما طلعنا بالضياع كل المساعدات فيهم يكونوا للبنان كل المساعدات المادية فيها تكون عم تشتري من الضياع تعطي بيروت إذا بدكم تعملوا عصفورين بحجر وبهالطريقة نعمل فرق كبير الله راد نرجع لعندهم تناخذ من عندهم مونة تناخذ من عندهم غراض ونوزعهم لمناطق تانية إذا ما رح نفركش Thank you so much for joining إن شاء الله تكونوا انبسطتوا برابع لايف للنهار نحن بنخلص بنلتقى بكرة بشي كتير كتير حلو بكرة ابتداء من الساعة 8:30 الصبح عم نطبخ 10,000 لا 10 مليون 1000 وجبة 1000 وجبة ل 1000 شخص مع سامي سان دو بول كمان سقبت هون بقنة شهوين وهيك اوكي بحصوتي بدك تقول شيء؟ لا يلا باي